السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بواحد من أخطر جيمات الون في ون التي لعبت حديثا ما بين الأساطير. أولهم اللاعب العربي الكويتي موكر بجيش اليو اس اي ليزر، بالطرف الآخر اللاعب الأسطوري بينفول ديث، واللي ما بيعرف بينفول ديث يراجع حساباته جيدا، بجيش الجي ال اي توكسن على خريطة دراليم ديزرت، واحدة من أروع وأجمل الخرائط اللي ممكن يلعب فيها جيمات 1v1. للأشخاص ما بتعرف، خريطة موزونة كتير، فيها سبلايات بالنص، فيها 2 أويل لكل لاعب، واحدة بعيدة وواحدة قريبة. بالنسبة للماتش اب ما بين اللاعبين موكر وبينفول ديث، يو اس اي ليزر للجي ال اي توكسن، يعني على ما أظن أفضلية واضحة جدا لبينفول ديث من ناحية الجيوش. جيش الجي ال اي توكسن جيش جبار بجيمات ال 1 في 1. بسم الله نبدأ بهالجيم الخرافي، ولكن كالعادة فضلا وليس أمرا أتمنى أنك تدعم هالفيديو بلايك وتترك لنا رأيك الحلو في قسم التعليقات. أتمنى يصير عدد تفاعل كبير على فيديو اليوم لأنه حرفيا جيم خرافي، وتعطينا رأيك بس تخلص مشاهدة هالفيديو الأسطوري. تعطينا رأيك في قسم التعليقات، وبسم الله نبدأ. دروب على ما أظن من موكر، سريع جدا على أرض الجيل اي. بينفول ديث لاعب أسطوري وخطير جدا على فكرة، لو أنه قليل الجيمات يلي مصور له إياها لبينفول ديث، ولكن لاعب أسطوري. طيب دروب سريع من موكر، ممتاز على الوركرز، طبعا هامفي على الوركرز، ولكن التنشن رائع جدا واكشن كتير حلو من بينفول ديث. موكر حاول يعمل دروب من الطرف الاخر وحاول يعكس اتجاه الدروب، موكر بالهامفي السريعة بيحاول يدعس الوركرز، ولكن بينفول ديث مرة اخرى، بينفول ديث مرة اخرى. التنشن رائع وانتباه كتير حلو باللعبة من الجيرال بينفول ديث يلي راح وحاول يتنل هاي المنطقة اللي هون، ولكن انشال الوركر بهامفي او بالدوزر من الجيرال موكر. طيب ممتاز ليزر ديفنس من موكر، بالطرف الاخر بوكس بيلدينج لحتى يحفز الدوزر، لحتى يسيف الدوزر يحمي حاله من الهانتينج، ولكن لا اعتقد بوكس بيلدينج كامل من الجيرال موكر. بالطرف الاخر بينفول ديث، يا سلام سلم، يا سلام سلم، بينزل الجنود القواذف والليزر لوك، يا سلام. مواجهة عنيفة من بداية اللعبة ما بين موكر وبينفول ديث، ممتاز. لو على فكرة لو واقع المبنى لهالطرف، لو مضروب من هالطرف واقع لهالطرف، جنود بينفول ديث بالكامل كانوا راح ينشالوا. ليزر لوك على التكنيكال من بينفول ديث، ممتاز. مثل ديفندر بشيل تكنيكال، هذا شيء خرافي. بينفول بالطرف الاخر عم بيحاول يستعيد التنل الموجود هون، والمعركة تتجدد مرة أخرى ما بين بينفول ديث وموكر. حاول يهرب الجنود، حاول يهرب الجنود، ولكن الفيز أكيد مضاد للجنود بالمقام الأول. بينفول من الطرف الآخر عم بيحاول يرجع يكفي التنل الموجود هون، موكر عم بيحاول يستفيد من السبلاي الموجودة هون. ما بعرف ليش ما طلع ثالث سبلاي، يفضل إنه ياخذ السبلاي اللي بعيدة عن أرضه فضلا عن السبلاي القريبة. تكنيكال سريعة من الجيرال بينفول ديث، يا سلام سلم، بده يعمل ضرب الاقتصاد الجنرال موكر، ولكن الليزر ديفنس بالمكان الأسطوري من قبل الجنرال موكر. يا سلام، لحد الآن توازن كتير حلو باللعبة على فكرة، عم بيكابتشر الأويلات بينفول لحد الآن، موكر ما راحوا كابتشر الأويلات. طبعا يو اس اي ليزر مش مطالب بالمقام الأول انه يكابتشر الأويلات على فكرة، المطالب بالمقام الأول انه يدافع عن نفسه أولا ضد التكنيكال والانتحاريين، وثانيا يجمع عدد فيز محترم لحتى يفوت فيه على أرض الجيرو بينفول ديث. فلهيك ما عار أي اهتمام للأويلات لحد الآن، لحد الدقيقة الرابعة الدقيقة الخامسة. بينفول ديث بالطرف الآخر، موكر راح يكابتشر بينفول ديث من الطرف الآخر، عم بيعمل تنل على الأويل الموجود هون، يا سلام إذا بينفتح التنل، ولكن لا أعتقد. التنشر خرافي جدا، انتباه خرافي جدا من الجيرال موكر، بيكنسل التنل الموجود هون. بينفول ديث يلي بلش بالاس، راح نشوف جيم أسطوري طالما البالاس على الطريق من الجنرال بينفول ديث. بالطرف الآخر بيعت ريبل حتى يكابتشر، ولكن موكر كان أقرب، موكر عم بيكابتشر تاني أويل، عم بيدافع عن هاي المنطقة بطريقة انه خلص انا ما بدي سبلاي لهون،
طيب موكر بالطرف الاخر عم بيشيل السيفيلينز الموجودين هون، طبعا هدول بيعملوا كفر وهو خط دفاعي على ارض الجنرال بينفول ديث، عم بيشيلهم موكر. يا سلام، ولكن ما نزلت على التنل. كان ناطر على فكره موكر تنزل على التنل. كان ناطر تنزل على التنل، شافها قال وين راح تنزل، نزلت على الارض قام راح هو كف على التنل. اسطوري يا موكر، اسطوري يا موكر، عم يحاول يشيل الاويل الموجود هون. بينفول ديث بالطرف الاخر، هجوم سنيكي من الجنرال بينفول ديث، يستغل انتشار موكر بالاويل. يا سلام، وبلم سكراب من الارض، طبعا التكنيكال بس لمت سكراب، بس لمت خرده من الارض، فبتصير جدا قويه ضد الهامفي، بتصير جدا جدا قويه ضد الهامفي، فحذاري من السكراب ديناي عزيزي موكر، حذاري من السكراب ديناي اخي موكر. بالطرف الاخر عم يحاول يزيد عدد الفيز، عم بيحاول يعبي مزيدا من الهامفيز، جنود قوازف. بالطرف الاخر بينفول ديث معه واحد اويل، موكر معه اثنين اويل لحد الان. طيب بينفول ديث مصر على بناء التنل في هذه المنطقه، بيرجع لورا طبعا يمكن لحتى ما تنكشف بالاويل او بالفيجن تبعيه الاويل على ما اظن، لهيك رجع لورا للتنل. حركة حلوة من بينفول ديث على فكرة. موكر مزيدا من الليزر ديفنسز من موكر. هذا التنل إذا بينفتح استراتيجي جدا بالنسبة لبينفول ديث. يا السلام على الباص، يا السلام على الباص من بينفول ديث، ما تستوين صحيح خسر باص ولكن شال اثنين هامفي وكان رايح يشيل الثالثة. ما تستهون بالخسارات يلي عم بيخسرها موكر لحد الآن، صحيح انه الباص أغلى وصحيح انه فيه عدد جنود أكثر، ولكن انك تلقط هامفي هذا شيء صعب جدا. لو اني بفضل الراكت باكيز على الباصات، ولكن بينفول ما زال يلعب بالباتل باسز لحد الان. جارمن كيل من الجيرال بينفول اللي اموره لحد الان اندر كنترول، عم بيكابتشر الاويل تبع موكر. يا سلام يا سلام، موكر من الطرف الاخر، موكر يجدد الهجوم على ارض الجيرال بينفول ديث، ويحاول الدخول الى ارض بينفول ديث من منطقة اليمين. شال السبلاي تبعيد بينفول، وبدي يحاول ينزل على الأويل على ما أظن، يسحل لتحت على الأويل على ما أظن، لأنه صار في فرق بالأويلات. بينفول بالطرف الثاني شال أويل لموكر وسيطر عليها السيطرة. خلينا نشوف إذا راح يكون في بوب من الجيرال بينفول. حلو، بوب بباص واحد وحيد من الجيرال بينفول، ناطر يعبي الباص الثاني الموجود بأرضه. موكر بينزل الجنود القوازف، سيرش اند ديستروي من الجنرال موكر من الاستراتيجي سنتر. يا سلام، تمركز خرافي عند الجنرال بينفول ديث. موكر بالطرف الاخر عنده ليزر ديفنس، وبينفول ديث عم بينتشر بالانفاق انتشار حلو. طبعا عم بيحاول يعمل جيش فيز الجنرال موكر، ولكن عم بيشالوا اول باول. بينفول ديث بيلف وبيروح على ارض الجنرال موكر، بيترك الفيز. يا راجل، بيترك جيش الهامفيز الجيرال بينفول ديث. ماذا تفعل عزيزي بينفول؟ ماذا تفعل عزيزي بينفول ديث؟ طبعا الباصات بقلبه جارمن كيل، دي حاول يشيل الاويل تبع موكر. موكر بارض بينفول ديث، وبينفول ديث على مشارف ارض الجنرال موكر. يا سلام، سلم موكر يخترق ارض الجيرال بينفول ديث. طبعا امن منطقه السبلاي اللي هون بعد ما خسر منطقة السبلاي الموجود هون. مالي شايف دفاع من بينفول ديث لحد الآن، مالي شايف حركات الدفاعية عند الجنرال بينفول ديث. يا سلام على الجارمن كيل الأسطوري من الجنرال بينفول ديث، على الأقل فضى شوي من الهامفيز بدون أي خسارات. حركة حلوة عند الجنرال بينفول، شيء ضروري ومهم جدا نسيت أقوله ببداية الكيم، إنه بينفول ديث واحد من أخطر من عمل مايكرو بهاللعبة. حرفيا بينفول ديث عليه مايكرو يا رجل مرعب، وهلا راح نشوف المايكرو الاسطوري تبع الجنرال بينفول ديث بهالجيم. جيلي توكسن ضد اليو اس اي ليزر مره اخرى للاعاده والتذكير. بينفول ديث، يا سلام، افضل وسيله للدفاع هي الهجوم، هذه هي الاستراتيجيه التي يتبعها الجنرال بينفول ديث يلي بيروح ليشيل الفيز تبعول موكر. يا سلام، سلم يجبر موكر على تفريغ جنوده من قلب الفيز. لاحظ هالحركة، ولاحظ هالمايكرو، ولاحظ سحب جيوش الباصات. شلوا اثنين هامفي مليانين جنود قوازف مع واحدة امبلنس دون اي خسارات تذكر
دون أي خسارات عند الجنرال بينفول. كلين شوت من الجنرال بينفول، يا السلام عليك. صاروا خمسة همفي. عد معي عزيزي المشاهد، عد معي عزيزي المشاهد. صحيح خسر باص ولكن هرب الجنود منهم. أداء أسطوري لحد الآن من الجنرال بينفول. ديث موكر عم بيزيد عدد الليزر ديفنسز، استراتيجية دفاعية بحتة من الجنرال موكر. بحاول يسحب الفيز، بحاول ينسحب بما تبقى من جيوشه. ايتن سترايك من الجنرال موكر. خلاص لازم يشيل الأويل لبينفول ديث، لازم يشيل الأويل لبينفول ديث. دقيقة 11 بالجيم، مش من مصلحته تبقى الأويل بإيد خصمه كل هالوقت هاد. ما بي ولا أويل بالخريطة، اللاعبين عم بيعتمدوا على سبلايز اعتماد كلي. موكر وبينفول ديث ما في اقتصاد ثانوي من أي لاعب، اثنيناتهم لا بلاك ماركت ولا تراب زون. ولكن بينفول ديث، بينفول ديث، اوه يا حرام عليك يا حرام. الباصات بتضرب بعضها للأسف الشديد. خطأ من بينفول ديث، ولكن هجوم أسطوري على فكرة، هجوم أسطوري من بينفول ديث على أرض الجنرال موكر. بمشط فيها جيوش موكر كاملة، بمشط فيها جيوش موكر كاملة. بينفول ديث هجوم أسطوري ومباغت على أرض الجنرال موكر. بيشيل باركس، بيشيل عدد هامفيز محترم، بيشيل معمل طاقة. خلونا نشوف دروب زون من موكر، دروب زون من موكر. موكر لو باور، ممتاز. كان راح يخسر أمبولنس ولكن ما لحق جارمن كيل، بيخسر جارمن كيل. بينفول ديث الهجوم الأخير ما كان موفق من الجنرال بينفول ديث. طيب يلي عم زيد عدد تونيلاته هنا وهناك الجنرال بينفول ديث. خلونا نشوف عم بيلعب باثنين سبلاي، اثنين سبلاي من بينفول ديث لحد الدقيقة 12. موكر بدون طاقة مثل ما قلنا، عم بيحاول يرجع يطلع طاقة مرة تانية. الجنرال موكر، يا سلام، جيم متكافئ جدا، معركة متكافئة جدا ما بين موكر وبينفول ديث. يا سلام، قاعدة من بينفول. هلا بنشوف، اعتقد يطلع توكسين امبوش. اذا بياخذ كاش بونتي فراح تكون رصاصة الرحمة على اللاعب بينفول ديث، حرفيا راح يكون حفر قبره بايده اذا بياخذ الكاش بونتي اولا على حساب التوكسين امبوش، لانه جيش الفيز لحد الان ما لقى له حل جذري الجنرال بينفول ديث. خلونا نشوف موكر يجدد الهجوم مرة أخرى على أرض الجنرال بينفول ديث. يا السلام عليك، يا السلام عليك. قلت لك صعب 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 يكون أخذ الكاش باونتي على حساب التوكسين أمبوش، مستحيل مستحيل. جيل اي دوميليشن الأقوى بالأمبوش، بعده جيل اي توكسين، فلا غنى عن التوكسين أمبوش. طيب لحد الآن اللعب بطريقة صحيحة، بطريقة نظيفة من كلا اللاعبين. بينفول ديث بيحاول يقرب على منطقة السبلاي تبعيد موكر، بيشيل معمل طاقة، بيشيل شنوك، بيشيل تاني تالت شنوك، وبيحاول يهرب، بيحاول يهرب. بينفول ديث هرب إلى أرض الجنرال موكر. يا سلام سلم جارمن كيل اللي عم بيتولى أمر الباصات. يا سلام على الهجمات المباغتة والمفاجئة من الجنرال بينفول ديث. بينزل الجنود والجارمن كيل على ما أعتقد بيتسلى بالجنود، جندي تلو الآخر. وين الجارمن كيل يا راجل؟ وين الجارمن كيل؟ معقول هانتد؟ معقول موكر هانتد؟ خلونا نشوف. لا والله، ليك ليك الدوزر، ليك الدوزر قدامي، الدوزر عم دور عليه هون هون، ليك الدوزر يا احول. قدامي الدوزر وعم دور عليه هون هون للدوزر، بس والله كان عامل له هانتينج. لا والله، وهي قاعده كمان، وهي قاعده يا احول. طيب هجمات مباغته من الجنرال بينفول ديث. يا سلام سلم موكر بالطرف الاخر، بيرجع بيطلع استراتيجي سنتر مره اخرى. جيش الفيز من موكر، كل هالضرب وكل هالدمج اللي صار بجيوش موكر، ما بعرف كيف عنده بعد همفيز، ما بعرف كيف بعد عنده همفيز. من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ في صوت ايتن سترايك على السبلاي تبعيت الجنرال بينفول ديث. يا سلام، يا سلام على التكافؤ والندية بالجيم. جيم 50-50 ما بين موكر وبينفول ديث. أداء ممتع جدا من الأساطير موكر وبينفول ديث. في شيء كمان نسيت أقوله ببداية الفيديو، حسب معلوماتي بينفول ديث لاعب سوري، ولكن للأمانة مالي متأكد. سيرش أند ديستروي من موكر،
موكر لاعب كويتي متأكد، ولكن Painful Death والله حاولت أبحث، حاولت شوف من وين أخونا Painful Death، ولكن على الأغلب من جيشاتنا من سوريا على الأغلب. طيب Painful Death ينسحب أمام جيش موكر، جيش الهامفيز تبع موكر. طيب Painful Death مازال مستفيد من السبلاي الثالث موجود هون. موكر بوضع اقتصادي صعب على فكرة، بالرغم من الفلوت البسيط اللي معه اياه، ولكن عم بيلعب بسبلاي وحده وحيده فقط لا غير. Painful Death يفعلها بجيش موكر. لا 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 عزيزي موكر، عزيزي موكر انتبه دخيلك، انتبه دخيلك عزيزي موكر، كان وعد كانت وقعت السيفيليان عليك عزيزي موكر وخسرت الجيم. لو خسران موكر هالجيش هذا بالسيفيليان الموجود هون والله كان جي جي، اضمن لك 100% وبتاخده من شواربي انه يكتب جي جي ويطلع من الجيم، لانه ما في شيء غير هالجيش عند الجنرال موكر. ولكن الله ستر، الله ستر عزيزي المشاهد، الله ستر. موكر يجدد الهجوم مره اخرى، يا سلام سلم. موكر يتقدم الى دفاعات Painful Death. Painful Death بيعمل بوب بباص واحد وحيد فقط لا غير. يا سلام بشيل امبولنس، طبعا مركز على امبولنس وهذا الشيء صح على فكره، هذا الشيء صح. اذا كان الجيش شوي معه مسافه لارضك شيل الامبولنس بعدين شيل الهامفيز، هذا الشيء الافضل وهذه الاستراتيجيه الافضل. Painful Death من الطرف الاخر، يا سلام يا سلام اي هجمات مباغته هذه من الجنرال Painful Death. موكر بيطلع دروب زون خلاص، لانه ضرب الافلاس وضرب الجوع عند كلا اللاعبين. Painful Death بيحاول يهرب بالباص، اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، سلم توكسن امبوش من Painful Death. يا الهي توكسن امبوش سو Painful من الجنرال Painful Death. موكر ينسحب الى الوراء، بابا غير اثنين همفي، في اثنين بارضه، ولكن ما في فلوس، ما في فلوس يا حجي، ما في فلوس يا حجي، ما بقى في فلوس. موكر عم يعتمد على التروبزون الواحد وحيد، وPainful Death يخترق من الطرف الاخر. لاحظ الانسحاب، اوه باد تايمينج عزيزي موكر، باد تايمينج للاسف، لو جيبه فريز والله كان روح له الباصات، ولكن خطوه حلوه من موكر ولكن بتوقيت غير موفق للاسف الشديد. موكر بالطرف الاخر يبحث عن جسرا للعبور الى ارض الجنرال Painful Death. Painful Death من الطرف الاخر تفوق بمعجزه بالجيوش، تفوق بالجيوش من الجنرال Painful Death بالدقيقه 19. يا سلام سلم، اوه لاحظ الاسبكتر الخطير، يا سلام استدراج للجيوش ودفاع خطير. يا سلام عليك يا سلام عليك يا موكر، يا اسطوري يا موكر، يا سفاح يا موكر، بالسبكتر بشيل الباصات، هذا شيء جدا خطير، هذا شيء جدا خطير، لا يحدث الا نادرا عزيز المشاهد. يا سلام على الباث فاندر، الباث فاندر القناص الاخضر بقلب الفيز بيتسلب الجنود القواذف جندي تلو الاخر. ما هي المخططات، ما هي الحلول، ما هي الحلول عزيزي Painful Death؟ بالطرف الاخر موكر، خلاص موكر يتقدم، هل هو الهجوم الاخير، هل هو الهجوم الاخير من الجنرال Painful Death، اي من الجنرال موكر عفوا. حلو كتير بشيل التانل موجود هون، ما تنسى انه تانلات التوكسن قوية كتير ضد الفيز. وايتن سترايك من موكر، يا سلام سلم على الانفاق، حلو كتير بينزل الجنود القواذف ليزر لوك على الباصات، ولكن لا اعتقد انه يشيل باص. موكر ما زال عنده دروب زون واحد، ولكن ما زال عم بيستفيد من السبلايز الموجود هون طالما جيش يو اس اي. Painful Death بيحاول يقرب الباص الموجود هون طبعا لحتى يسلقى الشينوكس على ما اظن، او انه رايح على الدروب زون. يا سلام التنشن رائع جدا من Painful Death، واكشن كتير حلو، رد فعل كتير حلو من موكر، ببيع الدروب زون احسن ما يروح كب، احسن ما يروح الدروب زون كب. Painful Death يتقدم مرة أخرى، Painful Death يتقدم مرة أخرى، لاحظ المناورة
ولاحظ التيكي تاكا من الجنرال بينفول ديث. يا السلام يا السلام يا السلام يا رب الباص يا اخي. عم تلعب جنرال انت عم تلعب جنرال انت، ما عم تلعب كرة قدم. بينفول ديث مناورة اكتر من اسطورية من الجنرال بينفول ديث، عمل اكبر دمج ممكن بالباص الموجود. يا سلام سلم يا سلام سلم. لحد الان الامور طيبة والامور زينة ما بين اللاعبين، توازن رهيب توازن رهيب جدا بالجيم ما بين موكر وبينفول ديث. عاشت الايادي لحد الان صراحة جيم ممتع جدا صراحة. جي جي لحد الان بوث بلايرز، كلا اللاعبين موكر وبينفول ديث. متعة متعة بصرية حرفيا لحد الان. الانثراكس من بينفول لوين 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 يا حجي لوين؟ بيقدر يشيل مفعول الانتراكس بالامبولنس، حاول يستفيد من السبلاي الموجودة هون او بقايا السبلاي الموجودة هون. ليش ما عم بتبيع بينفول؟ اوه ما عم ببيع لاني ناطر ناطر التطويرات. لك اضرب اضرب يا حجي اضرب اضرب يا سلام لك عم بدعس لك. اضرب يا شيخ اضرب يا شيخ اضرب. بيهرب بالامبولنس الجنرال موكر. يا سلام عليك يا بينفول، والله انه الامبوش اللي عم تعمله فيري بينفول عزيزي بينفول ديست. يا سلام سلم جيست بساط. لاحظ لقاله حلي لقاله حلي لقاله حلي، حط له ريبيلات التوكسن بقلب الباصات. وبينفول ديست يتقدم مرة أخرى مع سنيك أتاك خطير جدا على أرض الجنرال موكر. خلاص خلاص، هل هو الهجوم الأخير؟ هل هو الهجوم الأخير على أرض الجنرال موكر؟ ما هي الحلول عزيزي موكر؟ ماذا ستفعل عزيزي موكر؟ يا سلام ليزر لوك ليزر لوك على الباصات. بينفول ديث بيحاول يعمل مايكرو، لحظة المايكرو الأسطوري بيفوت باص وبيطلع باص. يا سلام سلم يا سلام، عم بيحاول يقرب الباصات على الجندي لحتى ينشالوا بالتوكسن ربل على ما أظن. بيحاول يشيل آخر همفيات موكر مع كاش باونتي، أخذ الكاش باونتي طبعا. باث فايندر قربوا موكر طبعا لحتى إذا نزل الجنود إذا نزل الجنود يشيلوا يوهم بالباث فايندر. يا سلام سلم، خلاص موكر موكر موكر. أوه اندعس الباث فايندر. موكر ما عنده أي شيء دافع فيه عن حاله، ما عنده أي شيء دافع فيه عن نفسه. خلنا نشوف، ولكن الجيم ما زال قائم. فريز 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 فريز. أوه فريز على الباص، ولكن ما وصلت الفريز على الباص. كان بدي يعمل فريز مع ليزر لوك على الباص الموجود هون. لاحظ بينفول مرة تانية بيستعمل المايكرو لحتى يهرب من الجنود القوازف تبعوا للجنرال موكر، وصار في جندي بثلاث رتب داخل الباص. يا سلام سلم، ليزر لوك على الباص، ولكن لا اعتقد انه يستفيد منه شيء. بيهرب الباص لحتى يتصلح طبعا. الاشخاص ما بتعرف الباص بس فات بال اوه ايتن سترايك. اوه لا 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 لا، هي الضربة القاضية. لا لا يا رجل لا يا رجل لا، ليش هيك عملت؟ عمل بوب بتوقيت قاتل، بالتوقيت القاتل بينفول ديث. يا إلهي ماذا فعلت ماذا فعلت؟ بينفول ديث طلع لينهي موكر، طلع ليفنش موكر. يا إلهي يا إلهي، الضربة خطيرة جدا جدا اجت لصالح الجنرال موكر. وبالسبكتر لاحظ طالع دبابة وكنسلة كنسل الدبابة لأنه في سبكتر راح تشيل. او بينفول ديث ما بقى عنده شيء نهائيا، عنده سبلاي هون. ما زال في امل بالجيم، ما زال في امل بالجيم لصالح الجنرال بينفول ديث. ولكن اللقطه الاخيره اللقطه الاخيره جدا جدا قاسيه على الجنرال بينفول ديث. او موكر بدون طاقه طبعا، بدون مصاري، بدون معمل دبابات. لا والله في معمل دبابات وفي باركس، ولكن ما في طاقة. لاحظ عم يبني همفي بدون طاقة. يا رجل جيم حرفيا 50-50 ما بين اللاعبين. بينفول ديث بدون وور فاكتوري، حتى بدون باركس عم بيرجع بيبني مباني من الصفر. بينفول ديث بيرجع لبداية اللعبة. باث فايندر بشيل الجنود الريبلز، لولا هالحركة هي اللي صايرة هون حرفيا موكر كان جي جي. موكر كان جي جي حرفيا. موكر بيحاول يقرب بالهمفي على ارض الجنرال بينفول ديث.
ممتاز سنيك اتاك. اوه يا سلام عليك بينفول ديث، اللاعب الذي لا يستسلم، اللاعب الذي لا يستسلم بينفول ديث، بيحاول يكابتشر القاعده تبعيت موكر. وحيي صمودك بينفول ديث. لاحظ عم بيشيل له السبلاي وما قادر يعمل معه شيء، عم بيشيل له السبلاي تبعيته، عم بيستفيد من السبلاي تبعيته موكر بالوقت اللي هن بأمس الحاجه للمصاري، ولكن ما بيقدر يعمل معه شيء بينفول ديث. صراحة الجيم ينقلب انقلاب قاسي جدا ضد الجنرال بينفول ديث بعد ما قدم أداء جدا أسطوري بجيش الجيلي توكسن. عنده ريبيلاد، ما بعرف ليش ما بيقرب على أرض موكر، ما بعرف ليش ما بيقرب الربلز على أرض موكر، ولكن حسب حساب الباث فايندر، حسب حساب الباث فايندر حرفيا الجيم بيتحول لجيم شطرنج ما بين بينفول ديث وموكر. بيقسم جيوشه بالنص، بينفول ديث على ما اعتقد يلفف الريبلز، موكر يحاول التقدم بالهامفي مع الباث فايندر. اعتقد صارت المهمة صعبة جدا على الجنرال بينفول ديث، المهمة صارت صعبة جدا على الجنرال بينفول ديث، صعب. اخر دبابات موكر على فكرة، اخر دبابات موكر على فكرة بأرض الجنرال بينفول. بالطرف الآخر بيهرب بالريبلز طبعا، لها حلو لها بالريبلات الموجودة هون، وراح لأرضه بنص الريبلات الثاني. لحد الآن تخطيط حلو من الجنرال بينفول يلي رايح لأرض الجنرال موكر. موكر بينسحب، أنتراكس من بينفول ديث. أوه أنتراكس تنزل على الأرض بدون أي أضرار بجيوش الجنرال موكر. بينفول ديث محاولات صراحة مستميتة ويائسة للبقاء على قيد الحياة، وبينفول ديث هاز بين ديفيتد، مع اني والله ما بيستاهل انه يكون ديفيتد. اتمنى انه كان جيب ممتع. كان معكم اخوكم على الرضا، والسلام عليكم.